رأيك شنو في الصحافة الرياضية في السودان ودعمها للرياضة؟ والله يا أستاذة دينا، يعني أنت برضو لمستي موضوع يعني مؤثر جدا وذو أثر عالي. الصحافة الرياضية في السودان ينقصها الكثير، وبقدر ما فيها من ناس أو من شخصيات أو من إعلاميين كبار وأرقام معروفين، يعني من الناس فتحت بتشوفهم، لكن إلى هذه اللحظة نحن ننتظر منهم الكثير. الإعلام يعني رافد مهم رافض الرياضة. الإعلام له دور كبير جدا في يعني في التحكم، أقول لك، في مسار الرياضة، لأن الناس دي كلها بتتأثر تأثر كبير بالإعلام الرياضي. وفي الفترة الحالية مع ظهور الإعلام الرقمي والوسائط وانتشار الميديا بصورة كبيرة جدا، تضاعف دور الإعلام، بمعنى إنه يعني أصبحوا أمام مسؤولية مباشرة، مسؤولية الكلمة. يعني كثير من الإعلاميين ما بيقدروا المسؤولية دي، أو ما بيعرفوا حجم الكلمة، ما بتطلع أنت من كلمة تقصد بها شيء معين، قد ما تحسب عواقب الكلمة دي، قد يكون لها تأثير سلبي كبير أكبر مما أنت تتصوره. صحيح. الآن أنت مفروض أي إعلامي يعني يضع قدامه رسالة معينة ونهج معين واستراتيجية معينة، أنت أدعم فريقك ما في مشكلة، أنت مارس مهنتك ما في مشكلة، بس without harm، ما تصل للمرحلة اللي يكون لها تأثير سلبي. نعم، خليك إيجابي بحيادية فعلا، ما حتى ممكن ما تكون حيادي، أنت أدعم فريقك ما مشكلة، ما تكون حيادي، لا بالعكس، أنت خليك داعم. ما قلنا لك لا، يعني إذا أنت حيادي بتكسب الجميع، لكن أنت من حقك أنك تدعم الاتجاه اللي أنت دعمه، لكن بشرط انك ما تكون سلبا. وعندنا على موجوده الطرف القصه دي الآخر. كثيره،